زينب، فقرتنا هلا بتهم كتار، ويمكن كتير هلا عم يسألوا عنا. مع تبدل الفصول وتقلبات الطقس بنشهد أمراض موسمية، الجريب، نزلات البرد، وأيضا السعال والحساسية اللي بتختلف بين الفصول. الأطفال هم الأكثر تأثرا، أول شيء لعدم سيطرة أحيانا الأهل على تصرفاتهم، خروج من المنزل، يمكن بيكون دفى جوا بيطلعوا لبرا فورا، حتى بالمدرسة أيضا. فخلينا كل هالتفاصيل نعرفها ونتعرف عليها مع الدكتور وائل شحادة، أخصائي بعلاج الأطفال. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء نحن وياك إنه هلا كل الأولاد، يعني أغلبية العائلات والأمهات السورية عندهم هم أولادهم يمرضوا بهيك جو. السؤال الأول، هل الجو مرتبط بنزلات البرد وخاصة الأطفال؟ هلا هو طبعا احنا فيروسات الانفلونزا معظمها بتنشط بالطقس البارد، يعني حتى لاحظنا انه عم تيجي حاليا موجه جديده من فيروس كوفيد 19 لانه استغلت الطقس البارد الموجود حاليا. متى ما تبدل الطقس غالبا هون بقى جو الفيروسات بتلاقي مناخ مناسب لها، فطبعا تبدل الطقس بيلعب دور كبير. نعم. يمكن الاطفال بيقولوا يعني اكثر تاثرا، ولكن مناعتهم بتكون شوي اقوى من الكبار، ولكن بيتاثروا دغري بنزلات البرد، وممكن يكونوا ناقل للعدوى، سواء اذا كان بفيروس كورونا ولا بالجريب. خلينا نحكي عن قديش الاطفال هن الناقلين للعدوى، قديش ايضا مناعتهم بتكون قويه، ولكن هن اكثر عالم يصابوا بنزلات البرد. تماما. احنا بالنسبه للاطفال انا بحب دائما اميز الفئه العمريه اللي تحت السنه، لانه هي دائما وضعها مختلف عن الاطفال اللي اكبر من هذا العمر. تحت السنه نحن بس يصير الطفل عنده زكام بنلاحظ فورا صار عنده صعوبه رضاعه، وهذا الشيء معظم الاهل بيرتعبوا منه انه ابنه ما عم يرضع، ففورا بتخاف عليه الام. صح. الطفل بيرفض الرضاعة لأنه هو أنفه عم ينسد، فبيفضل الهواء عن الغذاء، حيفضل أنه يتنفس عن أنه يرضع. فهون حنلاحظ مع رفض الرضاعة الطفل حيبلش يتعب أكثر، يوهن أكثر، فهون كتير حنا نكون حذرين من مراجعة الطبيب الأخصائي لنتغلب على هالمشكلة. بس بنفس الوقت هي ميزات هاي الأعمار أنه هي ما بتتحرك، فهي ما لها ناقل للمرض. تماما. الصغار كثير تحت السنه هن ما بيتحركوا، فهن غالبا حيكونوا ضحيه لاطفال اكبر منهم بالبيت، رفقاتهم اخواتهم اللي عم ينقلون العدوى اكثر من غيرهم. اكيد. تماما. يلي فوق السنتين وبالثلاث سنين هون مثل ما صرنا بالروضه وبالحضانه، الاطفال طاقه كبيره. صح. حيويه كبيره، نشاط. نعم. كبير، فعم ينقلوا امراض لبعضهم البعض، وهن نفس الوقت ما عندهم يعني هون قدره يتخذوا اجراءات وقائيه. قد ما حاولنا نعلمهم غسل ايديه، انه يكون معهم منديله الخاص، كماماته الخاصه، ما عم يستجيب بشكل كثير كبير. صح. نعم. طب دكتور، كيف في الام يعني هلا اكثر السنين اللي هي مخاطره اللي بتروح على الروضات، بيقعدوا بعضهم الاولاد وهيك، وبيجي يا بيجي ابنها معدي يا اصلا بيكون مرضان وبيعدي رفقاته، وخاصه بهذا الجو، يعني من عمر السنتين للاربع سنين كثير عم نشوف انه اولاد هلا مرشحين. تماما. كيف فيها الام تخفف من نزلات البرد للولد؟ لا هون ممكن نعتمد على تدفئه البيت، تدفئه الطقس، انه الطفل يرتدي لباس شوي سميك، يكون عنده لحشه الصوف، يكون عنده طاقيته، يحط كمامة. طبعا هي صعبة، بس ممكن نعلمه انه غسل ايديك ماما مثلا قبل الحمام وبعد الحمام، اذا لمست حدا او صافحت حدا. صح. هون ممكن الولد يستجيب للام اكثر ما يستجيب للانسه بالمدرسة او رفقاته. نعم. فهون دور الام كتير ضروري بصراحة بهذا الوقت. المشروبات الدافئة دائما تكون موجودة بالشتوية عشان يخفف البلغم الموجود تالي السعال. صحيح. يمكن مثل ما ذكر الدكتور في شوي الأم دورها كتير كبير أكيد، وأي حدا متواجد بالبيت. خلينا نقول الطفل مثل ما ذكرت زينب بالمدرسة بيكون مريض أو عمي أو رفقاته مرضانين، وطبعا عم يعدوا بعض، فقديش مهم أول ما يوصل الطفل على البيت مو دغري يفوت على المطبخ أو دغري يفوت على أوضة النوم، قديش لازم أنه الأم تكون حريصة على نزع ملابس الطفل تبع المدرسة، يمكن وضعه لأنه نحن هلأ تماما، لأنه هلأ نحن بموسم حرج. تمام. وانتشار فيروس كورونا، يمكن لازم يديروا بالهم كتير مني على هذا الموضوع، أنه خلع الملابس ودغري تغسله تلبسه بيجامته تلبسه التياب البيت، قديه مهم هذا الشيء عند دخوله المنزل، يعني من وقت دخوله المنزل. تماما. هلأ بصراحة فعلا احنا لازم أنه الطفل اللي لباس مدرسة ما يفوت فيه لبيته فورا، أنه بنخليه برا
ويكون في علاقه خاصه للثياب على على جنب الباب، جنب على الباب، الباب عشان الطفل فورا يبدل ثيابه، ويفضل يعني ياخذ شاور مي دافي اذا في ما اذا تدفئه في او البيت، يغسل او يغسل، وبعدين بحسن يمارس نشاطه العادي ضمن البيت. نحن كمان شفنا بعض الدول انه بالروضات عم يكون في تعريض الطفل لهواء ساخن او خفيف ممكن نوعا ما يضيع بعض الفيروسات او الاشياء العالقه ضمن الملابس. تعقيم كان تماما. احنا هلا كمان يمكن سالي بعض الامهات كثير عم يخافوا على اولادهم انه كورونا ولا رشح عادي، صار في اختلاط بين المرضين، وفي كمان يمكن شويه استهتار ببعض الادويه اللي عم تنعطى للطفل وتضعف لمناعته. كمان خلينا نحكي بهذا الموضوع لانه هذا شائع جدا، وكل ام اول ما بتطلع حرارته اول ما بيسعله شوي بتعطيها من عنده دواء اللي تعودت عليه ما بتراجع طبيب. تمام. فكمان خلينا نحكي عن هذا. هلا بصراحه احنا كثير بنركز نحن عند الامهات اللي بيراجعونا بالعيادات انه الغايه من زياره الطبيب مو دائما هي وصف الدواء. يعني انا كثير اوقات مثلا احنا الطفل الغايه انه مراقبته وتشخيصه، يعني بيهمني يشخص الطفل هل هو التهاب قصبات شعريه، هل هو زكام عادي. وقت ما وضعنا التشخيص الصحيح فاحنا حنعطي علاج بشكل انسب. استعمال العشوائي للصادات اكيد رح يضعف مناعه الطفل. الحمد لله حاليا عم نشوف احنا في وعي من الامهات انه لا انا ما احب اعطي ابني دواء التهاب، انا ما احب اعطي ابني دواء بدون ما انه يكون له مبرر. صحيح. فلا احنا يفضل بحالات زكام اي شيء شكينا فيه لو انه اخذنا التشخيص الصحيح والمراقبه كافيه. صح تماما. هلا بيقولوا ايضا اذا ولد بالبيت مرض فهو خلاص معناته البيت كله لازم يمرض. قديش ايضا مهم عزل ادوات الطفل في حال كان مصاب بنزله برد جريب وايضا حتى كورونا يعني. فنحن لازم نتعود يصير مثل الجريب عادي، فلا بس لازم نحن ناخذ احتياطاتنا بشيء معين مشان ما ينقل عدوى لاخواته قدر الامكان للاب للام. قديش المفروض يكون ادواته خاصه فيه ما يلعب مثلا فيها اخوه، او مثلا المعلقه او كاسه المي اللي بيشرب فيها الطفل تكون خاصه فيه. قد ايه كمان لازم الاهل ينتبهوا على هذا الموضوع اللي هو كثير مهم. تماما. هلا هو بصراحه احنا الكورونا احنا بالرغم من اثار السلبيه على المجتمع بشكل عام لانه فادتنا بناحيه انه وعتنا لهالاجراءات. صح. يعني هذا الشيء كان المفروض يكون من قبل الكورونا ودائما احنا نكون متبعينه. الطفل كاسته لحاله، غرب مشكيله لحاله، معلقته لحاله، تماما. مو ضروري رح يكون في مشاركه لادوات ما بين الاطفال. هذا الشيء احنا الكورونا وعدتنا له اكثر، بس هو لازم يكون اكيد موجود من البدايه. وايضا بالمدرسه تنبهوا انه بالمدرسه لا تاخذ غراض. تماما. انه احيانا ايه والله انه بدور فيه مثلا نوع من اللعب او نوع من انه التودد له يعطيني كاسته وخذ كاستي، فهذا الشيء كمان خاطئ. يعني ما بصير احنا انه نتعلم الطفل خلي غرضه خاص فيه. خلي كل طفل كل اغراضه اشياءه الخاصه لحتى ما ينقل العدوى لا له او لغيره. صحيح. تمام. طب دكتور شو هي هيك يمكن مثل ما بيقولوا الاجراءات الاوليه اذا الام حست ابنها بلش يعطس، بلشت شوي حرارته ترتفع، يعني الاجراءات الاوليه لبين ما تاخده اذا دهورت الحاله تاخده عند الطبيب، كيف ممكن تتعامل مع الحاله بدون ما تخبص له ادويه؟ تماما. على اول شيء انا متى ما حسيت انه طفلي عنده حاله زكام او حاله ارتفاع حراره نقيس هالحراره. يعني يكون عندي اشياء تتراقب درجه حراره الطفل. نحن غالبا الحراره بتكون 38 وتحت ما هي الحراره اللي كثير بتعطينا ناقوس خطر انه ننتبه لها. متى ما حراره فوق 38 هم ننتبه، وخصوصا انه كثير الاهالي بيخافوا من موضوع اختلاج الحراره. صح. يعني بيكون شايب بالعمار من 6 ل 2 ونص، فهون دائما الحراره هي اكثر شيء يقلق الاهل. الحراره اللي تحت 38 نادرا ما تخلج الاطفال. فانا متى ما حسيت فيها الاعراض دفي الطقس، تسمك له باللبس، امنع مشاركة ادواته مع ادوات اخواته، او اذا عندي حدا كبير بالعيله ففورا اني اعزل هذا الطفل، نعطيه مشروبات دافيه والتدفئه بشكل جيد، الغذاء بشكل جيد، انه طبعا الفيروس اللي بيحاربه هو المناعه. صح. والمناعه الجيده بدها غذاء جيد. صحيح. نهتم بغذاء الطفل، فان شاء الله بتسيطر الام على معظم اعراض الزكام اللي بتصير عند الاطفال. نعم. دكتور سؤال كثير مهم وايضا كل الامهات بتسال عنه هو اللقاحات، لقاحات الطفل بوقتها طبعا خلينا نقول الرضيع الشي واللي بلش بالمدرسه بالحضانه والتحضيري هدول القصص ايضا لقاحاته شيء ثاني. قد ايه مهم ايضا الام تدير بالها على اللقاحات الدوريه؟ يمكن من فتره، يمكن زينب من فتره شهرين بالضبط لقاح كان متواجد بجميع المراكز الطبيه، وايضا في فرق جواله ايضا ما تتهاون الام باللقاح، كمان هي النقطه بدنا نوضحها. تماما. هلا صراحة نحن قبل كان في كثير اللقاحات تهتم فيه العالم، بالأزمة السورية
نشر اشاعات انه اللقاحات ما لها امنه او ما لها سيئه او محفوظه بشكل غلط ولو كنت تلقحوا اولادكم. ابدا هذا الشيء بصراحه كان له مغلوط. تاثير سلبي ومغلوط عند الناس. يعني اللقاح شيء جيد للطفل، يعني اهرب من اللقاح، ليش اهرب من اللقاح؟ تماما تماما. او حملات التلقيح مثلا، نحن شاركنا عده حملات تلقيح، خاصه الحلاوه انه الحملات التلقيح هي مجانيه تماما، يعني متوفره صحيح. لجميع الاطفال وخاصه مرض شلل الاطفال، يعني اللقاح كمان يعني مجاني متوفر للكل، ان كان عبر سيارات جواله او عبر المستوصفات او العيادات كمان. نحن من خلال حتى شاركنا حملات التلقيح يعني كان يستهدف الاهالي قريب لبيوتهم لحتى بس انه ينزل بس مشان ياخذ هذا اللقاح، حرصا منا على سلامه الطفل بهذا الوقت. نعم. فاكيد نحن كل طفل عنده دفتر لقاح، دفتر اللقاح لازم يكون مستكمل بشكل كامل. صحيح. وهي لقاحات من وقت ما بيخلق الطفل لعمر السنه ونص، معناه عندنا لقاح في الصف الاول ولقاح صف الثالث. يعني هي عباره عن زياره شهريه، مثل ما تفضلتي انه هي مجانيه متوفره وامنه، برجع بركز انه هي امنه، ما في اي شيء كلام للقاح فاسد او غير جيد ابدا. يعني شو بتقلنا كمان هيك اهم النصائح للوقايه من طبعا الرشح او الجريب وخاصه للاطفال؟ تماما. هلا نحن طبعا بلدنا هي من البلاد اللي بتشتهي بالحمضيات واللي غني بفيتامين سي، فنحن كثير بنحرص انه الاطفال يتناولوا فيتامين سي خلال فتره الشتويه، لو ما في حمضيات ونعرف كنا حاليا غلاء اسعارها ممكن يعتمدوا على الفليفل الخضراء اللي هي بتحتوي على فيتامين سي بشكل حلو. جيد تماما. البندورة الفريز كان خلال الصيف كمان يحتوي على فيتامين سي. ممكن يعتمدوا على الأغذية، الجبنة، الحليب، البيض، كلها هي اللي بترفع مناعة الطفل عشان يتغلب على الأمراض. الأكلات اللي فيها ملونات أو فيها مواد صناعية هي يفضل نبتعد عنها. وحتى السكريات بالرغم أن الطفل بيستسيغ طعمها أكثر بفضلها اكثر من غيرها، بس هي بتخفض المناعه وما لها اي فائده صحيه. فنحن لا، بدنا الاكل له فائده صحيه. نعم. يعني يا دكتور مع هالمعلومات اللي قدمت لنا اياها، وايضا ان شاء الله يا رب تكون الرساله وصلت لكل بيت فيه اطفال، الله يحمي الاطفال جميعا ولا يضر حدا. بدنا نتمنى لك يوم جميل دكتور، والسلامه والصحه للجميع. شكرا كثير على المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لحضرتك، شكرا لبرنامجكم، واهلا وسهلا فيكم.